ما تعلي يا عباد الله وما تنبغيش نبكي ما تنبغيش يا عباد الله انت قدام وليداتي ونبكي تيبقوا فيا تيتعقدوا انا كل هدفي علاش نمسك بهاد الوليدات باش ما يكبروش بعقد نفسيه الطفل اللي تربى بعيد على الام ديالو خاصه الام ديالو راه تيكون عنده عقد نفسيه فاحنا هادشي اللي ما بغيناش ما بغيناش نأزموا هاد الوليدات وقفوا معنا جزاكم الله خير هنا في السودان راه الوضع صعيب راه صعيب راه الهضره سهله واللي غير تيهضر يجي ويشوف ونشوف ديك الساعات واش غادي يقدر فما بالك انا راني بوحدي راه 6 سنين وما خليتش ولادي وما غاديش نخليهم ما غاديش نخليهم مع عباد الله انا ولادي حتى الموت ان شاء الله فانا وقفوا معايا لانني يدي دابا شي هذا التليفون والله يا خوتي راني ما قداش نهز التليفون والله حسبي الله ونعم الوكيل ما عرفتش هاد الناس ما بغاوش يساعدونا علاش احنا تنموتوا ولا نموت احنا تنموتوا ربي اللي عالم بيا قسما بالله ربي اللي عالم بيا نموت نشوفها دابا يدي انا ما قدرش نهز بها التليفون يدي جاتني صعيب نهز بها التليفون يدي كتموت عليا يا عباد الله ورا يدي تتموت عليا يا عباد الله راني عييت حسبنا الله ونعم الوكيل ساعدونا واتقونا لوجه الله الله ما بقيت عارفه ما ندير انت بغيت تشوفوا الحال ما زلت شي حد ما حاول يساعد ولا حتى شي حد حاول يدخل تيبقى في هاد الوليد راه كتجي الحاله مفاجاه ما عنديش حتى الدواء الضو تيقطع تنركب له داك جهاز التنفس الناس جابوه لي جزاهم الله خير ولكن حتى داك المحلول اللي تدير له فيه ما كاينش الدواء ما كاينش في الفارماسي انا راه تندور ما تلقاش عباد الله وبوحدي وحدي يا عباد الله والله الا يدي ما قداش نهز بها التليفون وحتالي كيفاش غير جلسي يا مال الولاد ايوا راه واش نجلسوا نموتوا الدواء ما كاينش دابا كنا غير فشي بلاد شويه اللي الوضع ديال هذا راه نقولوا نصبر انا راه صابره راه 6 سنين راني صابره الحمد لله ولكن دابا الحاله ديال الولد والصحه والتعليم فين هو البنت فما 8 سنين جالسه بلا قرايه اما راه دخلت المدرسه دخلت غير الروض والوليد عمره 10 سنين باقي مسكين عاد سنه اولى وحتى لينا اخوتي 10 سنين باقي بلا ختانة شاد شاد شي راه هو ظالم ولكن اللي تيعاونوا على الظلم راه هو ظالم دابا هنا القانون في السودان سماح للنساء يدير باسبورات لوليداتهم يسافروا بهم ولكن ملي مشيت سولت قال لك سيدي القانون ينطبق فقط على المواطنات وكنت بنتمنى من المسؤولين يشوفوا ينظروا في الموضوع ديالنا لانه حتى احنا امهات وامهات مواطنين سودانيين يرأفوا بحالتنا ويشوفوا بحالتنا وهاد الاب دا فعلا يعني باغي يجي مرحبا بيه يشوف وليداتو ولادو راه هنا في السودان ما تيشوفوهمش مصروف واش مصروف يا عباد الله هو هذا تجيب انسانه تقطع 6 سنين وليدات مقطوعين وتقول مصروف راه حتى تدخلوا الزملاء ديالو واتصلت بهم وتحس بالفضيحه قدام الناس وهذا عاد ناظر ما كانش منتظم اما هاد الشقه راه جابني فيها شهر خلاني فيها 6 سنين جابوني فيها شهر خداو لي الباسبورات على اساس غادي ياخذوا يديروا البلاد الاجراءات السفر من تما باش تكملتو هذا انسان مخادع واش هذا فيه الثقه انا هذا عاد نثق فيه الله ياخذ فيه الحق حتى يمتلي الوعاء وكنتمنى من الله تساعدونا قبل ما تمشي يدي الله هذه